غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم في زيارة عمل إلى جمهورية كازاخستان تلبية لدعوة من الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف. ويشارك جلالته في أعمال المؤتمر الخامس لقادة الأديان العالمية والتقليدية الذي تستضيفه العاصمة الكازاخستانية أستنا، حيث سيلقي جلالته كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر. كما سيجري جلالته مباحثات مع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف ورئيس الوزراء كريم ماسيموف. هذا وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.